مرحبا بكم متتبعينا الكرام في هذا الخبر العاجل. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تلغي عملية توزيع الأضاحي للأسر المعوزة لهذا السبب. والآن إلى التفاصيل، وما تنسوش ديروا جيم باش يوصلكم كل جديد. أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عبر مديرية الأوقاف قسم الشؤون المالية إلى نظار الأوقاف مراسلة توضيحية وتوجيهية حول موضوع توزيع أضاحي العيد على الأسر المعوزة. وأشارت المراسلة التي اطلعت عليها إسبريس إلى أنه تبع للمذكرة المشار إلى موضوعها ومرجعها، وبعد أن توصلت مديرية الأوقاف بملاحظات عدد من السادة النظار تفيد وجود صعوبات في تنفيذ مضمونها، طلبت وزارة الأوقاف من النظار في مختلف أقاليم المملكة اعتبارها لاغية وغير ذات مفعول. شكرا على حسن الاستماع، وما تنسوش قولوا لنا الرأي ديالكم في هذه عملية إلغاء توزيع أضاحي العيد على الأسر المعوزة.